لكن انا اعتقد انه الاداره الامريكيه بصرف النظر عن اللقاء ستضغط فيما تبقى. هناك مراكز قوه داخل الحزب الديمقراطي تسعى الى تنفيذ الاتفاق لتحسين صوره الحزب وليس المرشح سواء كان هاريس او غيرها، لانه الحزب في حاله من الضغوطات الداخليه، وحتى الان لم تترشح هاريس كما تعلمي رسميا، لا يزال المؤتمر الذي سيحدد هذا في اغسطس، وبالتالي في امور ستنطبق على الوضع ما بين الحزب الديمقراطي والجمهوري ولا علاقة لها ببايدن أو هاريس، وبالتالي القضية لن تكون أشخاص. نتنياهو مناور وماكر ولديه القدرة على إحداث نوع من الخروقات فيما سيتعامل، هو ربما سيعود إلى المفاوضات يتحدث بصورة إيجابية على قدرته على المناورة، وربما في أحد السيناريوهات الأقل ترجيحا أن يقبل بإتمام الصفقة ثم يدخل في مساومات بعد ذلك بعدة أسابيع بهدف شراء الوقت والوصول إلى الانتخابات في 5 نوفمبر المقبل.